السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي آلاء عامر كيتشن. معاكم آلاء عامر، يا رب تكونوا بخير جميعا. فيديو جديد النهاردة مليان أفكار، مليان تشجيع وحماس بإذن الله. النهاردة هنبدأ مع بعض تفريزات رمضان. هبدأ بالخضار، اللهم بلغنا رمضان. طبعا هبدأ بالخضار وهعمل لكم بإذن الله فيديو تاني للفاكهة، لأن الفيديو ده مش عايزاه يطول عليكم. هنخزن مع بعض كمان في الفريزر، وهديكم كمان جولة في الفريزر بتاعي وانا مخزنه ايه من الاول وهخزن ايه عليه جديد. هنروق مع بعض ديب فريزر وهنرص الحاجه مع بعض. تابعوني عشان تشوفوا كل ده معايا في الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوها. اول حاجه انا هبدا بيها هي السبانخ. انا النهارده نزلت جبت كميه من السبانخ، جبت 2 كيلو، وجبت طبعا الخضره بتاعتها اللي هي الكزبره، وجبت كمان قلقاس والخضره برضو بتاعته اللي هو السلق والكزبره برضو. فانا هبدا ان انا افصل الكزبره عن السلق، او سوري الكزبره عن السبانخ، وهحط كل واحده في حاجه كده عشان ابدا ان انا اغسلهم. طبعا السبانخ بتحتاج غسل كتير عشان بيكون الجدر بتاعها ده فيه طينه. فانا هبدا ان انا افصل الحزم عن بعضها. طبعا 2 كيلو ده بالنسبه للسبانخ كميه كبيره قوي، بتاخد منك مجهود، بس يعني اليوم ده انا خصصته وعزمت النية كده باذن الله ان انا اعمل فيها تفريزات الخضار دي. وباذن الله كمان الغدا بتاعي هيكون من نفس الخضار اللي انا بعمله، عشان بس مهلكش وقتي ومجهودي ان انا اعمل خضار او افرز خضار واعمل غدا من نوع تاني خالص. فتسهيلا للوقت هعمل قلقاس من اللي انا جايباه النهارده. يفضل طبعا، انا بفضل كتير ان انا اعمل الغدا قبلها بيوم لو انا عندي شغل كتير في المطبخ او في البيت عموما، او يكون عندي مثلا اي اكل فايد من اليوم اللي قبليه. فانا ما عنديش لا ده ولا ده، فهعمل من نفس الحاجات اللي انا جبتها دي النهارده معاكم الغدا. هبدا بقى ان انا اشيل الجذور بتاعه السبانخ. هاخد بس كده حسبتين ثلاثه ان انا اقدر اغسلهم في طبق واحد. هشيل الجذور بتاعتها لان هي دي اللي يكون فيها رمله وطينه كتير جدا. وهبدا بقى ان انا اغسلهم. طبعا بتحتاج ان انت تنشليها من الميه كذا مره على مراحل لحد ما تتخلصي من كل الطينه والاتربه اللي بتكون متعلقه على السبانخ. طبعا كلكم اشطر مني وعارفين الطريقه دي، انا بس مجرد ان انا بشارك معاكم افكاري وترتيباتي وتحضيراتي، مش اكتر من كده. انا لا بعلم حد حاجه ولا يعني ما عنديش القدره ان انا اعلم حد اصلا. الواحد لحد ما بيموت بيتعلم. فغسلتها بالشكل ده كده اهو، وهسيبها بقى تتصفى كويس واخد كميه تانية وهكذا. وهسيبهم على جنب لان انا زي ما قلت لكم الغدا بتاعي النهارده مش سبانخ، فهشتغل في القلقاس عشان يكون شغلي النهارده منه واقدر ان احنا نتغدى منه بسرعه. هفضل بقى اخد كميه ورا التانيه لحد ما الكميه اللي عندي كلها تخلص. هي طبعا بتاخد منك وقت ومجهود، مش هضحك عليكم، بس يعني هي علقه مره زي ما بيقولوا كده، وهترتاحي وقت طويل قوي خصوصا في رمضان. احنا عايزين نستغل الوقت ده للصيام وللقيام وللقران، فمش عايزين مطبخ ياخد مننا اكبر وقت. بعد ما خلصت السبانخ هنضف بقى مطرحي، لان طبعا هي كان مليانه طينه، فهغسل رخامه مسحه كده بسيطه. واخدت كمان المفرش اللي انا بحطه ده برده غسلته عشان اشتغل في حاجة تانية ومفيش حاجة تتوسخ مطرح حاجة. هشتغل بقى في القلقاس بعد ما سبت السبانخ تتصفى في حلة كبيرة على جنب. دي الكزبرة اللي انا جبتها برضو، وجبت سلق، بس انا الكمية دي مش عارفة ما بكتفيش بيها. بحس ان السلق بحبه كتير قوي، يعني انا بحب القلقاس بالذات لونه زيتي غامق كده، مش لون الاخضر الفاتح. فانا الكمية دي غالبا مش هكتفي بيها، وهجيب كمية من السلق التاني وهعملها، وهتشوفوا ان انا هعملها بطريقة حلوة جدا على الطبخة على طول. يعني انا مش بجيبها واشيلها زي ما هي خضرة كده، هتشوفوا انا هعمل فيها ايه دلوقت. بالنسبة للقلقاس بقى هبدأ ان انا اقشره. انا لبست بس جلافز كده عشان ما تعورش، وعشان كمان هو حجمه كبير قوي، فانا مش عارفة املكه ومش عايزة ايدي تتبهدل من الجزء الهلامي ده اللي بيكون عليه من بره. فانا بقشره. احسن حاجه وصلت لها لتقشير القلقاس هي مقشره البطاطس، بتسهل عليا كتير جدا جدا. اهم حاجه بس العنقود اللي فوق ده او العود اللي فوق التخين بتاع القلقاس ده ما تقطعيهوش غير لما تقشري، عشان تعرفي تمسكي منه القلقاسه وتتحكمي فيها. وعلى نفس الكيسه اللي انا جبت فيها القلقاس هبدا ان انا اقشرها لحد ما هخلص القلقاستين اللي معايا. الاتنين دول عاملين 3 كيلو وشويه. انا جبتهم مع بعض كده يعني عشان اخلص منه مره واحده، ما بعرفش اجيب الصغير، بيغلبني جدا.
فانا قشرت الاتنين بنفس الشكل اهو. عايز اقول لكم كمان ان انا مش بغسل الولاس، ناس كتير ممكن تتفق معايا وناس كتير ممكن تعترض، بس انا عن نفسي بقول لكم اللي انا بعمله، انا مش بغسله، انا بمسحه كده زي ما انتم شايفين بمنديل المطبخ كويس جدا عشان لو في اي رواسب من بره. ممكن كمان اغسله من بره وهو كبير بحاله كده، لكن لما اقطعه استحاله اغسله. عايز اقول لكم ان الجزء الهلامي ده اللي انتم بتشوفوه بيضايقكم في القلقاس، مهما تغسلي فيه هيطلع اكتر، وبرده غسيله ما بيكونش حاجه كويسه لان ده فيه فوائد كتير قوي وربنا خلقه كده، فدي لا حاجه سامه ولا حاجه ضاره ولا حاجه كمان شكلها وحش في الاكل، هي مش بتبان نهائي، زي الماده الهلاميه الموجوده في الملوخيه، زي اللي موجوده في الباميه، حاجه بتخلي طعمها حلو، يعني دي حاجه كامله في الخضار ما تتخلصيش منها عشان تاكلي الفايده كامله وتوصلك كامله. فانا برضو مش بشيل العود الكبير ده اللي فوق عشان ده اللي بمسك منه القلقاس، وببدا ان انا اقطعه منه برضو. بقطع بقى الجزء اللي بيكون في قاعده القلقاسه كده عشان اعمل لها قاعده مستقيمه واوقفها عليها زي ما انتم شايفين، وابدا ان انا اقطع من الجناب كلها، بعد كده هتبقى سهل عليا جدا ان انا اقطع بقيه الكميه. فدي برضو احسن طريقه وصلت لها بعد عذاب كتير طبعا الواحد بيتعلم، فدي كانت احسن طريقه بالنسبه للقلقاس الكبير برضو. بس اخر حاجه بقى بشيلها هي العنقود ده اللي انا بتخلص منه بعد ما اكون عرفت اقشر القلقاسه بيه وعرفت اقطعها بيه كمان. هقطعها بقى مكعبات على قد ما اقدر، احجامها متساويه وطريقه عاديه خالص بقى، وهخلص الكميه كلها بنفس الشكل ده. عملت القلقاسه الثانيه بنفس الشكل وخلصت. طبعا كل الابيض اللي انتم شايفينه ده كان زمانه هيبقى في ايديا. هغسل بقى كل الحاجات اللي انا استخدمتها دي، والقلقاس زي ما اتفقت انا معاكم مش هغسله، هبدا بقى ان انا اخزنه على طول من غير اي حاجه، لا هعصر عليه ليمون ولا اي حاجه خالص. هوريكم كمان وانا بشيله في الفريزر وهو متجمد لونه مش مغير نهائي، لونه ابيض زي ما هو، ولما بطلعه اسويه بيفضل محتفظ بنفس اللون، مش محتاج غلبة كتير، يعني ما تتأزموش الدنيا، تخزين الخضار والفاكهة مش محتاج اي افتكاسات خالص، حاجات سهلة وبسيطة جدا تقدري تشيليه زي ما هو كده ما بيجرالهوش اي حاجة. بشيله بقى على كذا كيس بالشكل ده. هو وجود الخضار في البيت بتحسي ان هو يعني رزق كده، بترتاحي وهو عندك في البيت وشايلة منه كمية. السلق بقى برضو هشيله وهقطعه بالشكل ده قبل ما اغسله، هشيل منه الجذور وبغسله برضو بنفس الطريقه العاديه خالص اللي بنغسل بيها الخضره، وهقطفه عشان انا ما بحبش فيه الاعدام نهائي، هقطفه كده بالمعنى الكلمه وهغسله. وزي ما قلت لكم انا برضو هجيب قريب كميه تانية وهشيلها وهوريكم ازاي انا بشيل القلقاس او السلق بتاع القلقاس. بقطف بقى السلق كده بالشكل ده، هقطفه كله كله وهرمي العيدان طبعا، وهضرب كل السلق ده في الخلاط. انا طبعا سلقه لحمه على النار عشان حمل منها القلقاس النهارده، فاخدت منها نص كوبايه بالظبط من الشوربه عشان اضرب بيها القلقاس في الخلاط، السلق سوري في الخلاط. الكميه دي طبعا عايز اقول لكم يعني مش هتطلع سلق كتير، بس هي بصراحه بتريحني كتير جدا عن لما اجي اعمل القلقاس وما الاقيش السلق بتاعه جاهز، فبحطه كده في الخلاط زي ما انتم شايفين. وطبعا برضو هقطع الخضره لان انا برضو غسلتها، وهضربها مع السلق كده وهحطها كلها على النار بعد ما احط عليها نص كوبايه الشوربه. ممكن برضو تشيلوها بالشكل ده مضروبه في الخلاط بالشوربه بس، وتشيلوها بالشكل ده في الفريزر من غير ما تسووها على النار زي ما انا هعمل، بس بصراحه الطريقه دي بتريحني كتير جدا جدا ان انا اطلع قطعه كده من السلق المتحمر مع الثوم مع الخضره بتاعته واحطها على طول وهي متجمده في القلقاس وهو مسلوق، يدوب بس بياخد غلو على النار ويدي ويبدا يفك السلق اللي انا حطيته ده ويطلع اللون بتاعه، خلاص كده انا بطفي على الاكل. عكس طبعا لما اكون باجي اعمل قلقاس ولسه السلق بتاعه مش جاهز وعايزه اعمله، ده بياخد مني وقت ومجهود كبير جدا. بس انا كده خلصت اهو، هضربهم بنص كوبايه الشوربه اللي قلت لكم عليها، وهفضل بقى وراها في الخلاط واحده واحده كده، وبالاسباتيولا هفضل ازق كده بالراحه من غير ما اجرح الاسباتيولا من السكينه لحد ما تتضرب معايا وتنعم تماما، وما بكترش شوربه عشان ما تاخدش وقت على النار، يدوب بس هي 10 دقايق 12 دقيقه هتلقوا الميه نشفت
على حرارة متوسطة، هتبدأوا بقى تحمروه بالطريقة العادية خالص مع كام فص ثوم في حتة سمنة كده كويسة، وخلاص على كده. اهو انا رفعته على النار بالشكل ده، طبعا هو لسه فيه ميه، واحده واحده هتبدا الميه تنشف تماما. هشتغل بقى في السبانخ طول ما السلق على النار. انا كده خلصت كمان الغداء عندي بقى جاهز، فمش ناعي همه، فهبدا كمان اكمل شغلي في السبانخ. السبانخ سبتها تتصفى على قد ما اقدر، وباخد بقى كام ورقه كده مع بعض، بقطع العناقيد بتاعتهم من تحت واقطعهم بالسكينه. بصراحه بتسهل عليا كتير عن ان انا احطهم على بلانشه واقعد اقطع بالسكينه، بتبقى صعبه شويه، المقص اسهل بكتير. لحد ما اخلص الكميه كلها، طبعا برضو عايزه اقول لكم تاخد وقت ومجهود، مفيش مشكله اتفقنا على ده، بس بصراحه بتنجزك وقت طويل قوي تسحبي منها زي ما انت عايزه. السبانخ من الحاجات الحلوه جدا اللي لازم تجيبيها في البيت، يعني الولاد ما بيفضلوهاش قوي، بس بصراحه انا ما بسيبهمش يقولوا بنحب وما بنحبش، مش بديهم فرصه، الموجود بياكلوه. السلق بقى حطيت عليه شويه من السمنه البلدي كده عشان يتحمر فيها، وزي ما قلت لكم بعد ما نشف منه الميه حطيت له السمنه، طبعا ما فيهوش ميه نهائي، ولونه بدا يغمق وطبعا كميته بدات تقل. حطيت كميه حلوه كده من الثوم، الثوم ده عندي مفروم بقاله اكتر يعني من 6 7 شهور، يعني داخل في سنه متجمد، وعملت لكم بيه حلقه قبل كده، بصراحه عايش معايا وحلو جدا. باخد منه الكميه اللي انا عايزاها كده، بكسرها لحد ما يتحمر، وسايبه السلق عندي يبرد لحد ما اخلص السبانخ. بعد ما قطعت السبانخ بالكمية دي، بجيب بقى اكياس التخزين العادية خالص، وبحط على السبانخ، بوزع عليها الكزبرة وهقلبهم في بعض وهشيلهم بالشكل ده. انا لا بديها غلو على النار ولا اي حاجة، بتفضل محتفظة بلونها، وبصراحة بستخدمها على طول. انا هقول لكم الفرق ما بين انك تدي الخضار سلقة وانك تستخدميه على طول كده فريش وتخزنيه. اللي بتديله سلقة على النار ده بتستخدميه على طول من غير تشويح لما تيجي تطبخيه، يعني بتسويه كأنه ني في ني من غير تشويح، بتحطيه على طول على اللحمة او على الفراخ ايا كان هتطبخي على ايه. لكن اللي بتشيله ده من غير سلق، انا بشوحه الاول مع حتة سمنة مع البصلاية بتاعته، بعد كده ببدأ ان انا اضيف الصلصة. فالخضار اللي بيتشال مرة واحدة زي ما انت شايفين، زي ما انا بعمل كده، بشوحه الاول، لكن اللي واخد سلقة مش بيتشوح على النار لما بتيجي تطبخيه. السلق حطيته برضو في كيس تخزين بالشكل ده، وحبططه عشان يبقى سهل عليا لما يتجمد اكسر منه واخد الكمية اللي انا عايزاها لكل طبخ. خلصت بقى الكمية كلها بتاعت الخضار بتاعي اهو. السبانخ طبعا بتاخد حيز عشان هي منفوخة على الفاضي هوا، فبحاول اكتمها كده وانا بخزنها واطلع منها الهوا على قد ما اقدر. وده السلق بتاعنا، والقلقاس عايز اقول لكم لونه تحفة جدا، هتشوفوه معايا اهو في الفريزر كمان لونه محتفظ بيه اهو. انا هنا حطيته في الفريزر واتجمد، وحطيت السبانخ تحتيه عشان القلقاس يهبط من الكيس الهواء وما ياخدش مني حيز في التجميد. ده اول درج عندي في الفريزر، الفريزر بتاعي توشيبا 5 ادراج، وفي فوقيهم رف من غير درج، فحطيت هنا بقى السبانخ، ده الدرج بتاع الخضار، وحطيت كمان بامية دي كنت مخزناها من الصيف برضو من غير تشويح من غير اي حاجة، ودي برضو بسلة مخزناها، وبصراحة البسلة حلوة قوي اليومين دول برضو وقت التخزين بتاعها، بس انا مخزنة كمية تعتبر كويسة، هجيب بس كيلو او 2 كيلو يقضوني لحد ما البسلة او الشتاء يخلص. ده اول درج، بيكون اول 3 ادراج اكبر حجم في الادراج، الاتنين اللي تحت بيكونوا حجمهم اصغر شوية. الدرج التاني برضو هخصصه للخضار، حطيت فيه كرومب، كل اللي انت شفته ده كرومب مسلوق، وده ورق عنب من الصيف برضو، دول اخر كمية عندي محتفظة بيهم برضو لرمضان، ربنا يبلغنا رمضان. وده الكرنبيت اللي انا عملته معاكم قبل كده فروتين، برضو شايلة منه كمية محترمة جدا، هتكفيني باذن الله وقت كافي قوي. بعمل منه اصناف كتير زي ما اتفقنا، بنعمل منه الكرنبيت البانيه، بعمل منه صينية الكرنبيت باللحمة المفرومة، بتبقى حلوة جدا جدا وخفيفة خالص وسريعة جدا جدا، يعني لو انت مستعجلة ويوم مسحول كده عندك، تطلعي الكرنبيت واللحمة المفرومة وبتعملي صينية محترمة جدا للغدا جنبها رز بالشعرية. الدرج الثالث برضو للطماطم، يعني بصوا كمية الطماطم دي انا بشيلها بحالها، بس عشان اكسر لون الدرج كده انه كله احمر في احمر، حطيت معاه المانجا اللي انا برضو شايلها معاكم من الصيف، عملت لها فيديو مخصوص برضو تقدروا ترجعوا ليه على القناة.
والدرج الاخير بقى او قبل الاخير والاخير دول اللي اصغر حجما شويه، حاطه فيهم بقى حاجات التخزين بتاعه المدارس، دول علب البيتزا اللي عملتها معاكم قبل كده، ودي الكيك برضو بسحب منهم كل يوم يوميا قطعتين على قد الولاد سواء الكيك او البيتزا، ولما بتخلص بعمل كميه تانية. ده كيس كنافه برضو بحب اجيب الكنافه عندي، مش بعملها في رمضان وبس، بعمل منها على طول بصراحه بتبقى حلوه. وحطيت بقيه المانجا تحتيهم كده لان ما كانش فيه مكان في الدرج اللي قبليه، وحطيت هنا لفه جلاش، يعني بحاول ان انا اخد من الحاجات اللي عندي واحط في الادراج على حسب ما الكميه عندي تاخد. وده الرمان برضو اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده وخزناه بصراحه حلو قوي. الدرج الاخير بقى ده انا مخصصاه لاكياس العيش، مرصصاهم كده جنب بعض، باخد كيس كيس ولما يخلص اسحب اللي بعديه. الرف بقى اللي فوق ده حاطه فيه قالب زبده مش محتاجاه، عندي كميه تانية في فريزر التلاجه. وده علبه مكعبات المرقه البيتي برضو عملتها معاكم من تقريبا تالت فيديو على القناه، عملت فيه مكعبات المرقه ممتازه جدا وبشيلها في الفريزر. اللي تحت ده كان كيس التوم اللي انا مفرزاه برضو معاكم، واللي فوقيه ده كيس هريسه الشطه برضو عملته معاكم على القناه، شايلاهم في اكياس اللي هي محكمه الغلق بالزي بلوك، بصراحه حلوه قوي وبسحب منها الهواء بتخلي الحاجه زي ما هي. حطيت بس على كيس الاكياس السلق والقلقاس كميه كده كانت عندي من التورلي، كنت عاملاها معاكم برضو قبل كده اكياس صغيره خالص، فبرجع معاكم اوريكم الادراج بعد ما اتروقت وستفتها كده كلها، كل حاجه بقت في مكانها. الفاكهه هي اللي انا ماليش ما عنديش مكان ليها، فباذن الله برضو هعملها فيديو مخصوص وهروق لها فريزر التلاجة عشان احاول كده اسيب لها مكان، وان شاء الله تشوفوا معايا فيديو الفاكهه عملته لكم في فيديو منفصل باذن الله هينزل بكره، تابعوني. ويا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم واستفدتم منه، ولو شيء بسيط حبيت ان انا اشارك معاكم يومي في التخزين لرمضان، اللهم بلغنا رمضان. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوها.